مرحبا زينب، اليوم اجينا معاكم لمكان جدا جميل ورائع، مكان بيجمع المتعة والمغامرة. اليوم احنا في حديقة شلالات الصحراء التابع لمنتجع سلوى، مكان يجمع المتعة والمرح في جو عائلي. هذا المكان فيه الكثير من الألعاب المائية والمغامرات، خلينا ندخل ونجربها. حديقة شلالات الصحراء واحدة من أكبر الملاهي المائية في المنطقة، تضم نحو 18 وجهة ترفيهية و 56 لعبة ومنحدراً، مرتبطة في أكثرها بألعاب المياه والمغامرات وسباقات السيارات. هي لعبة فيها كثير من الأكشن، لعبة سباق السيارات. والله ممتاز، لازم نلبس لبس الأمان ونحافظ على سلامتنا. جاهزين؟ يلا يلا. تجربة وياك حلوة التجربة، بحاجة لقوة عضلات حتى تمسك السيارة. تمام، حلو، سباق مع الزمن والسرعة، حلوة ممتعة. أيه، تجربة ممتعة، ننصح الكل يجربها. أكيد. مغامرة الليزر أبرز الألعاب التي يقبل عليها أغلب رواد الحديقة، لما تمثله من إثارة وأجواء حماسية بين المتنافسين في جو من الغموض والتحفيز. لكتيني ميسون، مطاردة شرسة وممتعة، بس لكن حلوة مع الألوان والأجواء الموجودة، جدا ممتعة، كأنك في حرب ليزر حقيقية. صحيح، مثل الأفلام نشوفها. لسه في ألعاب كثيرة، خلينا نجربها. يلا. وصلنا للألعاب المائية، أهم الألعاب الموجودة هون في المنتجع. مستعدين للسباحة والغرق والبلل؟ يلا. يلا. توفر حديقة شلالات الصحراء
الفرصة لممارسة رياضات ومغامرات مائية متعددة تناسب كافة الأعمار. وتتدرج الألعاب الصعبة مثل ركوب الأمواج الصناعية إلى التزحلق من ارتفاعات شاهقة عبر أنابيب مختلفة والتي يقبل عليها الكبار والمراهقون، ثم مناطق الأطفال حيث يمارسون هواياتهم في اللعب بالمياه. وهيك بتكون جولتنا لليوم انتهت مع الألعاب المائية اللي ما قدرنا نجرب كل الألعاب فيها، ونتمنى لكم تجون هالأماكن الحلوة وتستمتعون بقضاء أحلى الأوقات. خليكم معنا في جولات أكثر من أعرف قطر.